اهلا وسهلا بيكم معايا في بارت 2 من الريفيجن بتاعنا بتاع الجيومتري. البارت 1 كان تقريبا بتاع حوالي لما لك كل اللي احنا خدناه. بص اتفرج عليه الاول، بعد كده البارت 2 معاك هيبقى معاك مهم جدا. بص مبدئيا احنا اخر حاجه خدناها كنا بنتكلم فيه عن الاركس وان الاسكاب بتاع انجل، صح؟ يعني مثلا لو قلت لك انا عندي دي سيركل اهي، الانجل دي بدل هي جايه عباره عن تو كوردز عندي ناحيه دي بسميها ان اسكاب انجل، تمام؟ طيب السكيلت انج دي يا مستر ايكوال ايه؟ قلت لي ايكوال هاف ميجر اوف ارك، يعني هي نص الارك بتاعك. طب اذا جيت عملت لك واحده ثانيه كده هتبقى دي كم مالها؟ سكيلت انجل. تمام. طب لو قلت لك ان الارك ده قد الارك ده هتقول لي ايه؟ هتقول لي يا مستر ان الانجل اللي فوق التو انجل دول مالهم؟ هما الاثنين ايكوال. يبقى التالي يا مستر بعد اذنك، لو قلت لك ان الارك ده قد الارك ده يبقى الانجل قد الانجل. طب لو قلت لك الانجل قد الانجل يبقى انا عندي الارك قد الارك. لحد كده عندي مشاكل في الكلام ده؟ ناخد بالنا من المعلومه دي عشان دي مهمه جدا جدا جدا، ناخد بالنا منها. طيب كومنت تاني اقوله لك بعد اذنك. بص لو قلت لك انا عندي سيركل كده، وقلت لك انا عندي مثلا عملت كده اهو تو لاينز كده تو كوردز عندي اهو، قلت لك ان الارك ده قد الارك ده، هتقول لي يا مستر اه بدل الارك قد الارك يبقى انا عندي الكورد ده كمان قد الكورد ده، يبقى تو كوردز قد ايه؟ قد بعضيها. في مشاكل معاك في الكلام ده؟ يبقى لو عندي ارك قد ارك يبقى كورد قد كورد، ارك قد ارك، كورد قد كورد، قد ارك، كورد قد كورد. طيب تعال نكمل تاني يا مستر، وخدنا ايه تاني ناكد فيه مع بعض. نقدر اقول لك لو انا عندي سيركل كده وعملت لك تو كوردز عاملين كده اهو، تمام، وقلت لك كده اهو التو كوردز عاملين انترسكت بوينت واحده، اقول مثلا البوينت دي اسمها اي مثلا، او اسمها اتش، اسمها اف، اي حاجه، او اسمها اتش، وانا عندي اي بي وانا عندي سي دي، وتطلب من الطلبه قلت لك انا عايز اعرف ميجر اوف الانجل دي ايكوال كام ديجري. هتقول لي يا مستر عشان اجيب الميجر بتاع الانجل دي او الانجل دي، التو انجل دول مع بعض فيرتيكلي اوبست انجل، يعني التو انجل دول قد بعضيهم سواء اتش الناحيه دي او الناحيه الثانيه. قال لك بص يا عم، شايف الارك ده اللي هو الاي بي؟ قلت له اه. قال لي والارك الثاني قدامه الناحيه الثانيه اللي هو سي دي؟ قال لي اه. قلت له اعمل الاثنين بلس وهات الهاف بتاعهم. مش فاهم. اقول لك طب استنى، لو الارك ده عندي كده ب 100 تمام، والتاني ايكوال كام؟ ايكوال 140 ديجري. عايز اجيب الميجر بتاعت الانجل دي هجيبها ازاي؟ هقول له يا مستر انا هجيب ميجر اوف انجل اي اتش بي ايكوال، احنا قلنا هجيب له هعمل الارك ده بلس ده واجيب الهاف بتاعهم، يعني اقول له ان هو عباره عن ايه؟ عن هاف، وافتح بريس كده عندي واقول له يا مستر انا هعمل ميجر اوف اي بي ارك بلس ميجر اوف مين يا مستر؟ اوف سي دي ارك. طب تيجي نشوف كده هنشتغل ازاي؟ تعالى كده بالراحه ناكد على الشغل بتاعنا واحده واحده. بص يا شباب انا هبدا اقول لك انا عندي الهاف بتاعتي زي ما هي اهي، وهفتح بريس. ميجر اوف اي بي بكام يا مستر؟ قال لي ب 100، قلت له كتر خيرك. بلس ميجر اوف سي دي يا مستر ايكوال كام؟ ايكوال 140، تمام. اعمل 2 بلس يبقى انا عندك هاف تايمز 100 بلس 140 يديني كام يا مستر؟ 240 اللي هو ايكوال كام في الاخر؟ ايكوال 120 ديجري، تمام. يبقى انا عرفت الانجل دي بكام مثلا؟ 120 ديجري. يبقى تاني عشان اجيب الانجل دي بعمل ايه؟ بجيب هاف ميجر الارك ده بلس ميجر الارك ده ويطلع اجيب الهاف بتاعه. طب لو دي 120 قدام منها بكام الناحيه الثانيه؟ اه فيرتيكال اوبس انجل، هتبقى الانجل دي كمان مالها؟ 120. خد بالك من الحته دي. طيب طب هنا يا مستر كانت الانجل انسايد ذا سيركل، طب ايه اللي يحصل لو كانت الانجل عندك اوتسايد ذا سيركل؟ اوتسايد ذا سيركل ازاي يا مستر؟ اقول لك زي كده اهو، لو قلت لك مثلا انا عندي عايز اجيب الانجل اللي بره دي، الانجل دي كده عايز اعرف بكام؟ قلت لك مثلا هنسميها اتش برضه بس النهارده اوتسايد ذا سيركل، هنا البوينت دي ايه والبوينت دي عندك بي، هنا سي وهنا دي. هقول لك نفس اللعبه بس مش هي اوتسايد سيركل. يبقى انا هعمل ايه يا مستر؟ هاخد الارك ده بتاعنا اللي هو ده بتاعنا يا مستر اهو، والارك الصغنطوط ده، بس بدل ما كنت هعمل بلس هعمل ايه يا مستر؟ هعمل ماينس. اقول لك تمام. يبقى هقول لك كده بعد اذنك، لو انت عايز تجيب ميجر اوف انجل اتش كل اللي هتعمله كالاتي، هتقول هاف وافتح بريسز واخد مين يا مستر؟ هاخد الارك الكبير اللي هو عندي سي دي ماينس الارك الصغير اللي هو مين يا مستر؟ اللي هو الاي بي ارك. تمام الميجر بتاعته. تعال نشوف ايه اللي هيحصل معانا. اهو انا هاخد الهاف بتاعتي زي ما هو واقول تايمز ميجر اوف سي دي ارك، لو قلت لك مثلا الارك ده عندك ب 100 والارك الصغير ده عندك ب 40،
عايزين نجيب الانج دي بكام؟ هتقولي سهله، هعمل 100 ماينس 40 هيديني 60. اقول انا عندي هاف تايم 60 يطلع معايا كام؟ يطلع معايا 30 ديجري. يبقى انا كده عرفت ان انجل اتش ايكوال كام؟ مستر ايكوال 30 ديجري. تمام، يبقى الانجل دي عندي ايكوال كام؟ ايكوال 30 ديجري. خد بالك من الحاجات دي، حاجات دي مهمه وبتيجي ساعات في الاسئله داخله في وسط السؤال، مش داخل مش جايه دايركت، يعني سام تايمز تيجي دايركت وسام تايمز تيجي داخل في وسط السؤال، فخد بالك منها. لما يكون عندك تو كولز انترسكت وعايز تجيب انجل ومديك الاركات، يبقى مديني الميجر بتاع الاركات اقدر اجيبها. لو عايز انجل ورا اجيب نفس النظام. طب افرض مثلا فرض النهارده، لو فرض معايا فرض قال يا مستر انا هديك الانجل دي موجوده معاك تمام وهديك الار كده، بس انا عايزك تجيب لي الار اللي هناك، هجيبه ازاي؟ ركز معايا كده اهو بالراحه واحده واحده. هقول لك كده مثلا، تعالى نفرض كده مساله كده اهو وناكد عليها. مثلا قلت لك انا عندي كده اهو مثلا اهو، وقلت لك مثلا ان انا عندي فضل اللي هي اللي بره عندي وده خالص، يعني اقول لك انا عندي اتش مثلا تمام، واقول لك انا عندي اي، واقول لك عندي هنا بي، وعندي سي، وعندي دي. قلت لك فرد كده صغير خالص، قلت لك مثلا طب لو عندي اللي عندي دي ايكوال 50 مثلا، والارك ده ب 120، عايز اعرف الارك بتاع الاي بي ده بكام؟ اقول لك يا مستر سهله خالص، طبق الرول بتاعك هو هو. ازاي يا مستر؟ والله هو هو. بص كده، مش انا عشان اجيب ميجر اوف انجل اتش بعمل ايه؟ بعمل ايه يا مستر؟ كنت يا مستر بتقول لي انا بعمل هاف وافتح بريسز واقول انا عندي مين؟ ميجر اوف سي دي ارك ماينس ميجر اوف اي بي ارك. اقول لك اه تمام، ده الرول بتاعنا صح كده الكلام؟ باخد الارك الكبير مثلا الارك الصغير عشان يجيب اتش. قال لك تمام، قلت له طب بعد اذنك حط لي كل حاجه في مكانها. يعني بص يا سيدي، هقول الهاف تنزل في مكانها ايه؟ واقول انا عندي السي دي بكام؟ السي دي ب 120، هكتب هنا 120 ماينس الاي بي بكام؟ ميجر اوف اي بي ارك ايكوال كام؟ كل ده هات ايكوال معاك الاتش، الاتش بتاعتك كام يا مستر؟ ب 50. اقول لك ايكوال هنا 50. طيب مش دي هاف؟ اكنها ايكويشن، هتروح الناحيه الثانيه بدل ما هي هنا تايمز هتروح الناحيه الثانيه هتعمل ايه؟ ديفايدد. فتبقى عندي ان هو هيتبقى معاك 120 ماينس ميجر اوف اي بي ارك ايكوال يا مستر 50 ديفايدد باي هاف. يبقى 120 ماينس ميجر اوف انجل اي بي ارك ايكوال هيبقى معاك 100. هتاخد توتال هاف 50 تايمز هاف يديك 100. طب بقت 120 ماينس مش عارفين كام ايكوال 100. طب ببديهي كده يا ترى 120 اشيل منها كام يديني 100؟ صح، اشيل منها كام؟ 20. تمام، يبقى انا عرفت النهارده ان انا عندي ميجر اوف اي بي ارك ايكوال كام يا مستر؟ ايكوال 20 ديجري. يبقى انا هجيب منها. يبقى انا اقول لك سؤال زي كده حلو يا مستر، ايكويشن عاديه جدا، طبق اللعبه بتاعتك مش هتعرف معاك، في مشاكل معايا في الكلام ده؟ طبعا لو عايز اجيبها عادي هعود دي الناحيه الثانيه بالبوستيف والحاجه تيجي من الناحيه دي بالنيجاتيف. يبقى اقول له كده يا مستر انا عندي ده هيبقى عباره جت منين؟ هي عباره عن 120 ماينس 100 اللي هي ايكوال كام؟ ايكوال 20. في مشاكل معايا في الكلام ده؟ طيب